مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد حمزة مصطفى. أهلا بك سيد حمزة. سيد حمزة، يعني منذ عام 2003 وحتى الآن، وبالرغم من كل الملايين من الدولارات التي صرفت لإعادة التيار الكهربائي في العراق، لكن للأسف لا زالت هذه المشكلة قائمة. اليوم خلية الأزمة، ما الحلول التي تملكها؟ نعم، الحقيقة أزمة مركبة، أزمة في الكهرباء ومعقدة إلى حد كبير. يعني الآن إذا لاحظنا أنه خلال هاي اليومين عندما انطفأت المنظومة بالكامل، كثر الحديث حتى بين السياسيين بين في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي أو البيانات أو التصريحات أنها هذه الأزمة تتراوح بين أن تكون أزمة داخلية بسبب يعني عدم وجود حلول، فشل سياسي وفساد مالي وإداري، أو تكاد تكون أزمة خارجية، هناك إرادات خارجية تحمل فيها عدد دول مسؤولية عدم يعني إيصال الكهرباء إلى العراق حتى يكون مجرد سوق تجاري للاستيراد ولا يتحول إلى بلد زراعي وصناعي باعتبار الكهرباء هي ليس فقط للمنازل والمواطنين وإنما تحرك كل عجلة الإنتاج في البلاد. وبالتالي هذه الأزمة تراوح مكانها، يعني من عام 2003 إلى اليوم، برغم أن حصل تقدم في إنتاج الطاقة، لكن توجد مشاكل في التوزيع والنقل، وأيضا عدم وجود آليات لكي تستكمل عمليات يعني إنتاج الطاقة بما يتلائم مع زيادات السكان، مع التوسع، مع الحاجة. الأزمة الخلية الأخيرة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحقيقة لأول مرة ممكن نقول هناك مفردات عملية في هذه الخلية، إلى ما يعني فعلا طبقت بشكل صحيح سوف تحل جزء من هذه المشكلة. لدينا مشكلة في المتابعة، لدينا مشكلة في يعني التجاوزات الهائلة على الشبكة الكهربائية، لدينا مشكلة في الجباية، لدينا كثير من المشاكل. لو تم حل هذه المشاكل ربما لكن سيد حمزة، يعني برأيك يعني هل يمكن لخلية الأزمة يعني أن تحل هذه المشكلة في ظل الأيام يعني المقبلة أو الشهور المقبلة، يعني نظرا لارتفاع درجات الحرارة أيضا في العراق؟ لا، بالتأكيد الآن هي الأزمة قائمة والأزمة في ذروتها. الآن بدأت تعود الكهرباء، منذ يومين انطفأت، الآن بدأت تعود على مراحل، ولكن هذه أيضا لا تكفي. خلية الأزمة أمامها يعني حلين. أولا المتابعة الآن هذه المسائل التي إذا ما تم تطبيقها، خصوصا التجاوزات وغيرها، ممكن أن تحل جزء من الأزمة. والحل والجانب الآخر هو أن تضع برنامج طويل الأمد. يعني لا نتوقع، نحن الآن في ظل خلية حكومية لا تملك عصا سحرية لأن حتى تغير منظومة منهارة منذ 18 عام، وإنما على الأقل إذا وضعت حلول صحيحة ممكن أن في المستقبل لا نواجه مثل هذه المشكلة التي نواجهها الآن. نعم سيد حمزة، أيضا برأيك هل العراق يعني قادر اليوم على توليد الطاقة الكهربائية لجميع محافظات العراق، أم هو الآن بحاجة إلى استيراد الطاقة من الخارج؟ حتى الآن العراق بحاجة إلى استيراد الطاقة من الخارج، لكن هذا الاستيراد حتى الآن هو أحادي الجانب. يعني العراق فقط الآن هو يستورد الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحاول الآن عمل ربط كهربائي مع دول أخرى، دول الخليج والأردن، وكذلك حتى مصر الآن للاتفاقية الأخيرة التي وقعت خلال قمة بغداد الثلاثية مؤخرا بين العراق والمملكة الأردنية والهاشمية ومصر، ركزت على موضوع الربط الكهربائي. إذا حصل ربط كهربائي مع أكثر من جهة، وفي ظل يعني اتفاقيات يعني صحيحة وعملية، أعتقد سوف يتم تجاوز الأزمة إلى حد كبير. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد حمزة مصطفى، شكرا جزيلا لك.